سائل يقول: شاب يريد بيع سيارته الفرنسية الصنع ويشتري سيارة أخرى، وذلك لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأنا أتكلم معها حتى لا يبيعها، لأن بيعها من الممكن أن يكبده خسائر قد تكون فادحة، وأيضا لأنه لو ظن أن فرنسا وحدها هي التي تكيد للمسلمين يكون مخطئا، فالحسابات السياسية والاقتصادية جعلت العالم أجمع يدار من خلال منظومة واحدة، فبناء على ذلك لن نستطيع شراء سيارة أو شيئا آخر أو أي شيء آخر لا من الشرق ولا من الغرب، بداية من الصين وموقفها من مسلم الإيغور، ونهاية بأمريكا ومواقفها التي لا تعد ولا تحصى. فبماذا تنصح الشباب في مثل هذه المواقف؟ أولا، أبدأ بالإشادة بغيرة هذا الشاب على دينه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرجو له من الله على ذلك حسن المثوبة، فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ثم أثني فأقول إن للموقف من فرنسا خصوصيته، فهي التي ظاهرت من سب نبينا صلى الله عليه وسلم واستطال عليه، فجريمتها في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة، وبهذا تختلف عن جرائم بقية دول العالم. ومن المعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أشنع الجرائم وأفحشها وأغلظها وأكبرها، فهو ينقض إيمان المؤمنين وينقض أمان المؤمنين المعاهدين، ويذهب عصمة الدماء والأموال والأعراض، ويوجب الحد عند القدرة على ذلك. لكنني أقول لصاحب هذه النازلة بعد هاتين المقدمتين: إنك يا رعاك الله إن بعتها لمسلم فستنقل الحرج الشرعي الذي تستشعره إلى مسلم آخر، لأن هذا المسلم الآخر لابد أن يقاطع المنتجات الفرنسية كما تقاطعها، فأنت نقلت الحرج الذي تستشعره أنت إلى مسلم آخر، فضلا عن عدم تضرر فرنسا بهذا البيع الذي تم خارج منظومتها الاقتصادية. يعني فرنسا لا حست بهذا، لا شعرت بهذا، ولا تضررت به، فأين الحكمة من هذا البيع الذي ألحقت به ضررا بنفسك من غير أن تلحق ضررا بعدوك؟ بعت السيارة تكبدت خسائر فادحة، ألحقت ضررا بنفسك. نعم، ممكن نحتسب ونصبر على هذا الضرر، لكن شريطة أن نلحق نكاية في العدو المحارب. أما أن تعرض النفس للهلاك أو الخسارة من غير أثر فلا وجه له، لأن المشروع أن تؤثر في الدين أثرا وأن تفديه بنفسك. أما تعريض النفس للهلاك أو الخسارة من غير أثر فلا وجه له، ربما كان ذلك ممنوعا، فأمسك عليك سيارتك، لكن لا تشتري سيارة فرنسية جديدة. هذا بالنسبة لما تستقبله من قادم أيامك بإذن الله، وشكر الله لك مرة أخرى غيرتك وحرصك على الوفاء لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم.